بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض مع حضراتكم شهادات خاصة نقلتها تيراتي عربي عن آباء وأمهات عرب يتهمون السويد بخطف أبنائهم. كما توجد أيضا حملة تمييز عنصري خفي ضد الأجانب غير القادرين على الالتحاق بسوق العمل السويدية. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت عنوان أوقفوا خطف أطفالنا، تنديدا بظاهرة خطف الأطفال من أسرهم التي تمارسها السلطات السويدية بحق اللاجئين العرب والمسلمين. ويبيح القانون السويدي الخاص المتعلق برعاية القُصّر تحت 18 سنة لهيئة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم سوشيال سحب جميع أطفال العائلة إذا ما تعرض أحدهم لظروف تعتبرها الخدمة الاجتماعية غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل العنف أو عدم القدرة على إعطاء الطفل ما يحتاج إليه من أساسيات. لكن أهالي الأطفال اللاجئين اتهموا الهيئة باختلاء حجج لخطف أطفالهم وإعطائهم لعائلات بديلة مختلفة ثقافيا ودينيا. وفي شهادات خاصة لتيراتي عربي اتهم آباء وأمهات عرب السويد بخطف أبنائهم بحجة أن تربيتهم تحكمها الخلفية الإسلامية. وقال اللبناني اللاجئ إلى السويد علي السيداني أن هيئة الخدمات الاجتماعية خطفت أولاده منه بحجج واهية لأنه لم يستطع حمايتهم من أمهم المريضة. وأضاف السيداني بشهادته كله كذب وافتراء فقط ليكون لديهم حجة لأخذ الأولاد وخطفهم كما فعلوا بآلاف الأطفال. أما ماريا المتوكل وهي مواطنة سويدية عربية تروي قصتها قائلة: اختطف أولادي أو سحب أطفالي في 26 مارس آذار 2021 من غير سبب وجيه أو كاف لسحب هؤلاء الأطفال. واتهم الأهالي السلطات بمنعهم زيارة أبنائهم وإخفاء مكان إقامتهم لدى العائلات البديلة وحرمانهم التواصل معهم تحت أي ظرف. وتضيف المتوكل لتيراتي عربي أن الأطفال الإخوة المحسوبين لا يجتمعون في بيت واحد، بل إن كل طفل منهم يعيش عند عائلة مختلفة. وتؤكد أن هيئة الخدمات الاجتماعية أغلقت جميع أبواب الحوار بغير حق، حتى قانونيا لا يريدون التواصل معنا. واعتبر ذوي الأطفال أن ما يجري جريمة خارج إطار القانون، وقالوا إن أطفالهم خطفوا بحجة أن تربيتهم تحكمها الخلفية الإسلامية العربية. وكشفت تقارير سويدية أرقاما صادمة بشأن الأطفال المعاد توزيعهم لأسر بديلة، فيما تحدث المركز السويدي الحكومي للمعلومات عن 20,000 طفل سنويا. وانتشر وسم أوقفوا خطف أطفالنا بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تنديدا بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم. تمييز عنصري خفي، الأجانب غير قادرين على الالتحاق بسوق العمل، شكل آخر من أشكال التمييز العنصري الخفي بدأ يواجهه مؤخرا المهاجرون والأجانب في السويد، حيث فرض أصحاب الشركات وأرباب العمل شروط توظيف مشددة تجاه هؤلاء لإعاقة سياسات وخطط إدماجهم في سوق العمل، والتي قد رصدت لها بالأساس مبالغ مالية كبيرة. لم يكن من الصعب على من يحملون أفكارا معادية للأجانب والمهاجرين أن يجدوا طرقا ووسائل مختلفة يعيقون بها اندماج هؤلاء في بيئاتهم الجديدة، وهو ما يقع حاليا في السويد، حيث أصبح الكثير ممن يحملون جنسية أجنبية يواجهون صعوبة في إيجاد عمل ووظائف ولو كانوا يتمتعون بالكفاءة اللازمة والشروط المطلوبة كافة. حتى إن من حالفه الحظ منهم في الحصول على وظيفة لم يكن يتمتع بحقوق زملائه نفسها في الأجور والترقية والترشيحات لمناصب مهمة. وقد اعتبرت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية أن هذه السياسة التي ينتهجها أصحاب المؤسسات وأرباب العمل اليوم تعد شكلا من أشكال التمييز العنصري الخفي الذي لا يمكن إثباته أو محاسبة مرتكبه عليه بشكل قانوني. وتبوء بذلك المساعي الأممية والحكومية بإدماج المهاجرين في سوق العمل السويدية بالفشل، وتذهب أغلب الشكاوى التي تتوارد على الأجهزة الرسمية بشكل يومي أدراج الرياح، إذ لا يمكن اعتبارها دليلا كافيا لدى السلطات والأجهزة القضائية لإدانة أرباب العمل بتهمة التمييز
التمييز العنصري، رفض توظيف من يحملون أسماء غير سويدية. ووفق ما جاء في دراسة أجراها معهد تقييم سياسة سوق العمل والتعليم بعنوان الاسم السويدي أهم من الخبرة عند البحث عن عمل، فإن من يحملون أسماء غير سويدية توحي بأنهم أجانب هم الأقل حظوظا في الحصول على وظائف مقارنة بغيرهم من السويديين، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الكفاءة الأكاديمية أو الخبرة العملية السابقة. ولم يكن حصول الأجانب على الجنسية السويدية كافيا لحصولهم على وظيفة مناسبة مع مؤهلاتهم العلمية، حيث إن نسبة الاستجابة لطلبات التوظيف ممن ولدوا خارج السويد وإن كانوا حاليا يعدون سويديين هي الأقل مقارنة مع غيرهم. وفي هذا الإطار كشف تقرير صدر عن المركز الوطني للإحصاء بأن البطالة في صفوف المولودين خارج السويد والذين يمثلون حوالي 19% من إجمالي عدد السكان قد بلغت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 حوالي 20%، وذلك مقارنة بالمولودين داخل السويد الذين لم تتجاوز نسبة البطالة لديهم 4.5%. ومع توارد الكثير من التشكيلات حول الموضوع كثفت المراكز الإحصائية الحكومية والخاصة دراساتها في الموضوع، وتوصلت جميعها في النهاية إلى أن الأجانب والمهاجرين ممن يحملون أسماء غير سويدية ولو كانوا يحصلون على الجنسية السويدية هم الأقل في فرص الاستدعاء لمقابلات العمل. وبالرغم من أن بعض الجهات قد حاولت تعميم فكرة إخفاء الاسم أو أي معلومة توحي بالانتماء أو الدين أو الطائفة وغيرها من التفاصيل في طلب العمل لضمان تكافؤ الفرص في الاختيار الأولي لإجراء مقابلة العمل، إلا أن بعض المنتقدين لهذا الإجراء أكدوا أن هذه المعضلة يجب معالجتها بطرق أخرى، فصاحب العمل الذي يفكر في التمييز العنصري سوف يجد المبرر الكافي بعد ذلك لرفض الموظف إذا عرف عنه المعلومات الكافية. أما عن النساء فهن الأكثر عرضة للرفض. أكدت بيانات مراكز الإحصاء أن النساء من الأجانب والمهاجرين هن الأكثر عرضة للتمييز العنصري في سوق العمل السويدية، فبالإضافة إلى الأسماء غير السويدية فإن المظهر واللباس يعدان كافيين لرفض إحداهن انطلاقا من صورة سيرتها الذاتية أو صورتها المرفقة في طلب العمل قبل أن تتمكن من إجراء المقابلة من الأصل. وحتى أن من فزن بعمل فقد تعرضن للكثير من المضايقات في بيئتهن، كما فرض على الكثير منهن العديد من الشروط التي تتعلق بهيئتهن وهو ما لم يشمل غيرهن من السويديات، واضطرت بذلك الكثيرات من المهاجرات واللاجئات للعمل في وظائف لا تتواءم مع مؤهلاتهن العلمية، وبعضهن بقين عاطلات عن العمل ولم تفدهم الشكاية ضد أصحاب الشركات في تغيير الوضع. فبالرغم من أن المحكمة الإدارية السويدية قد ألغت سابقا قرارات حظر ارتداء الحجاب على سبيل المثال، فإن أرباب العمل كان بإمكانهم التحايل على هذه القوانين ومنع التحاق هذه الفئة بالوظائف التي تقدمنا إليها، وكانت السلطات الحكومية قد فرضت مساعدات مالية للشركات التي توظف أجانب، وبناء عليه قام بعض هذه المؤسسات بتوظيف بعض العاملين من غير السويديين، وسرعان ما سرحوهم لاحقا بمجرد وقف الدولة صرف المساعدات المالية التي كان من المقرر أن تمتد لثلاث سنوات فقط، وتبقى هذه المعاملات وهذا التمييز العنصري عصيا على محاسبته قانونيا، حيث أنه يتعين على الشخص إثبات الفعل التمييزي أثناء الشكاية وهو ما يتعذر على كثير منهم. بذلك متابعينا الأعزاء قد استعرضنا مع حضراتكم ما يتعلق بشهادات عن آباء وأمهات عرب يتهمون السويد بخطف أبنائهن، كما تحدثنا أيضا عن التمييز العنصري الخفي الممارس ضد الأجانب حيث لا يستطيعون الالتحاق بسوق العمل في السويد. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.